ياه، أنا مش مصدق والله. أخيراً رحلة العلاج خلصت. بوجعها، بتعبها، بقلقها، كل ده خلاص. هاكل براحتي واخرج براحتي واعوم والعب رياضة وابقى أقوى من الأول. هشتغل وركز على مستقبلي وابني نفسي من تاني. هبقى شبه أي حد وزي أي حد تاني. هحضر فرح صاحب عمري وحفل التخرج أختي الصغيرة من المدرسة وأنا كل سعادة وأمل. التعب خلاص والجاي كله فرح. كان نفسنا الصوت ده يكون صوتهم ويكون ماشي مع الصورة، بس ده كان صعب. لكن بتبرعاتكم هنقدر نخلي كل المرضى يقولوا نفس الكلام اللي بيقوله صاحبنا اللي بيتكلم ده. جمعية أيادي الشفاء لمساعدة مرضى الأورام بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس. اتبرع على حساب 6 ستات ببنك مصر، أو اتصل يوصلك مندوبنا لحد البيت.